مع اقتراب المولد النبوي الشريف، لا يستغني الجزائريون بمختلف أعمارهم وفئاتهم عن المفرقعات التي تتنوع من سنة إلى أخرى حسب ارتفاع درجة خطورتها. هذا ما أكده الرئيس الفيدرالي الجزائري للمستهلكين زكي حريزي، مشيرا إلى أن العائلات الجزائرية تنفق أكثر من 20,000 دينار كمعدل لاقتناء المفرقعات. بالنسبة على كل حال مستوى الإنفاق يعني أنت العائلة الجزائرية في المواسف وخاصة في المولد النبوي الشريف، يعني نقول لك أنا تقريبا كاين يعني بشراء المفرقعات والأشياء هذه والشمع وبعض هذا المظاهر نتاع الاحتفالية، وكاين اللي الناس ما يشروهمش، الناس اللي يعني ما يشروش هذا الشيء على الأقل يعني المتوسط الإنفاق نتاع العائلة يكون في حدود 8,000 دينار يعني. وإذا كان يعني يشتريوا هذه الأشياء للأسف الشديد يعني المفرقعات وغيرها وهذه الأشياء راح توصل تقريبا مستوى الإنفاق يوصل حتى 20,000، وهذا المتوسط يعني، وكان بعض العائلات اللي تنفق حتى 30,000 و40,000 دينار للأسف الشديد. كما لفت زكي حريزي بأن فيدراليته قامت بحملة وطنية في مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة شراء واستعمال المفرقعات بسبب الضرر الذي تسببه للمجتمع ومنه الضرر الصحي والمادي مع التبذير الكبير. على كل حال كفيدرالية جزائرية للمستهلكين رانا دايرين حملة يعني وطنية من أجل يعني كما نقولوا من أجل مولد يعني نبوي شريف بدون مفرقعات، لأن فعلا هذه المشكلة هذه راها تسبب لنا إشكالية نتاع صحة عمومية، ويعني والحماية المدنية كل سنة يعني تحصي مئات الحالات نتاع يعني كما نقولوا الإصابات من حرق احتراق الأيدي واحتراق العينين وحتى يعني الأذن وغيرها، يعني مشاكل كبيرة ويعني وفساد كبير للمال، يعني إهدار كبير للمال يعني، وثم إزعاج كبير ل يعني الأحياء وخاصة بالنسبة للمسنين ويعني وذوي الأمراض المزمنة. ديناها عبر معناها يعني مواقع التواصل الاجتماعي، ورانا يعني ماشيين فيها يعني مع غادي نبداو ان شاء الله من غدا ان شاء الله ندخلوا للمدارس والمتوسطات والثانويات باش ننبهوا يعني ابنائنا على يعني خطر استعمال هذه المواد. إذن قصة الجزائريين مع المفرقعات لا تنتهي في ذكرى المولد النبوي الشريف، ليبقى السؤال المطروح: كم يحرق الجزائريون من مبالغ طائلة في حرب المفرقعات؟